اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في العاصمه الاماراتيه ابو ظبي. النهارده عندنا سهره مع المأكولات البحريه في مطعم الخيال في فندق ماريو. مطعم الخيال بيقدم اوبن بوفيه للمأكولات البحرية يوم الجمعة سي فود نايت فرايداي بسعر 249 درهم للفرد. والنهاردة هاخدكم مع بعض ونستكشف البوفيه موجود ايه، وان شاء الله تستمتعوا، ويلا بينا. في هنا انواع الجبن، سلمون مدخن، لوفلي شيف. هاي سو لوفلي نودلز مع بصل اخضر، بروكلي مع كروم ومشروم، وشايف هنا الكابوريا او السلطعون، ودي صوصات مختلفة. اهم حاجة الشوربة، واضح انها غنية جدا. شايف جمبري، كاليماري، استاكوزا، صلصة. دلوقتي نبدأ. روبيان مخلل، كاليماري مخلل، سردين، ونبدأ. اعتقد ان انا هبدأ بالشوربة. عصير أناناس، تنح مرحي، الليتل سبايسي. كريم صحة. رائع. في موسلز، شريم مع الكاليماري مخلل، وتورتة السلمون، والله دي تورتة السلمون مع تونة.
هنا شريمب او جمبري، نوع اخر من المشكل جمبري مع جراد البحر مع مسلز، فلافل مش عارف بتعمل ايه هنا، في دجاج قسم المقبلات، كريسبي فرايد فيش، لوبستر، كاليماري، اخطبوط، كيف الليمون والصويا صوص. زبادي، سلطان ابراهيم، لوبستر، ماكريل، ايش البقية، مصل، ده قسم اللايف كوكينج، ممكن تطلب باستا بالنكهة اللي انت عاوزها، may have some shrimp and with hot sauce. Hot sauce. Thank you so much. Yes. هنا اللايف كوكينج بتطلب الاكل اللي انت محتاجه بالصوص المعين ويطبخه قدامك. It was perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes, Adam. Bismillah. Allah, Allah. الله بسم الله. هاي جود ايفنينج، مي هاف سام باستا وذ سي فود اند هوت وايت صوص. اي مسل اند وايت صوص. اسباجيت. Yeah, thank you. أعتقد أنا هاخد من ده سيفود مش عارف إيه. وده بالجبنة والروبيان مع المصل. ناخد صم شريم. One more.
كاليماري وبرضو مصلز. وبلح البحر او سوري جراد البحر. وناخد طعميه وطبعا ما ننساش ناخد هاي مي هاف ستاكوزا بليز لبستر ثانك يو. نبدأ بالبيستا أو الكركنت. أوه مستوية تماما طلعت بسهولة. هنا سأسكت قليلا سأسكت كثيرا. نكمل على بقية الطبق ده المسلز. شريم. انا هاكل شريم بقشره لان القش كله فايد فسمتايمز باكله بقشره. المكرونة بالوايت صوص بالسي فود وصلت. هنجرب الباستا مش طبيعية. الباستا بالوايت صوص مع بلح البحر او المسلز طعمها رائع رائع فيري كريمي مستوية جدا وطبعا مع المصل. اعتقد هاخد شوية بعض من الاويستر كمان واحدة. هاخد اخطبوط وكاليماري جراد البحر لوبستر وناخد طعم شريمب ما شاء الله. ده يعتبر يعني ابيتايزر. ناخد مصل كمان واحدة مع صوص كفاية عشان يبقى فيه مجال للسوشي. وبدانو شيف سو فريش وطعم المحيط فيه. طبعا نسيت اقول لكم ان المطعم او البوفيه مع المشروبات اللانهائية والمية مياه غازية. وده اعتقد تشيري عصير تشيري وعصير الاناناس. ممكن تاخد مياه غازية سبرايت سيفين بيبسي زي ما انت عايز. كل ده انكلودد للساعة. خلينا نجرب الكاليماري. طري وجميل. وده اللوبستر او الكركنت المسلوق او البارد كمقبلات يعني.
الله. يا نهار فوسفور. اللهم ادينا نعمة. وارزقنا خير منه. زي ما قلنا بلح البحر. هحاول اعرف فوقه. في حاجة بتتاكل ولا لا؟ اعتقد الديل. والله حلو مش وحش. حلو. لازم الجندوفلي. طبعا انا عشقي الباسلز. نروح للسوشي. كرونساب اند نيشان. Yeah, I'm from India, sir. Yes, كرونساب from Thailand. Oh, yes. Very nice. And it's very nice, very delicious food. Thank you. Thank you. Welcome to Marriott Alpha Sun Seafood Night. Thank you for the coming. Thank you. Thank you so much. كاليفورنيا رول نجيري مع كريم تاكي جينجر طبعا تونه. نبدا بالنجيري ندبها في الصويا صوص وكل يا معلم. سوشي مقلي. سوشي مقلي. سلامة. السلمون المدخل ده خيال. خيال خيال. Happy birthday. Thank you. It's so nice. Thank you. الأجواء في المطعم جميلة جدا مريحة. المطعم كبير. صراحة ما قدرتش أقاوم سمك ماكريل جمبري كينج فيش أو كنعت هامور وسمك الزبيدي. والمدينة ونبدأ بالسمك الهامور. يا الله يا إلهي. الكنعد أو الكينج فيش من ألطف أنواع السمك وأحسنهم قليل الشوك وطعمه لذيذ جدا. وطبعا الزبيدي. ليلة ولا في الخيال. في الخيال فعلا. انا قلت لكم ان المطعم اسمه الخيال وهو فعلا خيال. من احسن الليالي بتعمل مطاعم بتعمل ليالي السيفود. وعندي هنا في السلمون المدخن او السيمون فيميه. لازم اخلي مكان عشان الحلويات. عندنا كي ليمون
والغابة السوداء. أوبرا كيك. بيستاشيو كيك. بتر سكوتش. وشوكليت كيك. ليمون تشيز كيك. مش عليها ليبل. وريد فليفر كيك. بنحط كمان المور شوكليت كيك. هاي فريند. هاو ار يو؟ It's very nice person. Work here. What do you have here? Yeah, ice cream. Flavors. What flavor vanilla, you have? Strawberry and chocolate. نيشان هيعمل لنا ايس كريم. Strawberry. All time favorite chocolate. Yes. So nice. Thank you, Nishan. Thank you. Thank you so much. طبعا انا ما قدرتش اقاوم الحلويات. انواع كيك مختلفة مع البودنج الموز البنانة. نبدأ بالشوكليت كيك. يا اخوانا لسه في مساحة في بطني. لسه في كورنر في قلبي كده هحط فيه الديزرت. اوه ماي جاد. البيستاشيو. كيكة البيستاشيو. نجرب بودنج الموز. يا خرابي يا خرابي. وطبعا مننساش ده كله مع الايس كريم. ناخد حته شوكولاته. بهنا مش شايف يا معلم. الله. لا هناخد حته فانيليا. الفانيليا نحطها على الشوكولاته. او ماي جاد. يا خرابك يا مهجة. يا وعيتك السودة يا أربع. هسيبكم عشان اخلص الطبق ده. صباح على خير. ولهنا تنتهي البلوج بتاعنا. وتجربة رائعة 100%. وان شاء الله مش هتكون الاخيرة. واستنوني المرة الجاية في